السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي عندي كتاب الطالب صفحة 94 و95. يونت 7 لسن 3. يونت السابع الدرس الثالث. present for mother's day. هدايا ليوم الأم، عيد الأم. look at present and complete the labels. يقول لك انظر إلى الهدايا واكمل الليبل، يعني هذين الملصقات. دانيا وسام and عمار went shopping with their present for presents their these are the presents they bought. يقول لك دانيا وسام وعمار ذهبوا للتسوق مع أبوهم، تلك الهدايا اللي اشتروها. هنا عندنا willen معناها صوفي، wooden خشبي، أو metal معدني، وleather جلد. الرقم الأولى mom I bought you a red leather. I hope you like it, Dania. يقول لك أمي هذه أنا اشتريت لك حقيبة جلدية حمراء، جلد حمراء، أنا آمل أنت تحبيها. هنا عندنا رقم 2 mom I bought you a wooden، هذه wooden يعني اللي هذه، شوف هذه لذار هذه خاف من بين هنا wooden، هذه الكلمة picture from I hope you you like it وسام. يقول لك أنا اشتريت أنا اشتريت لك إطار للصورة الخشبي، أنا آمل أنت تحبيها وسام. هنا 3 جراني نادية we all about you a woolen، هذا woolen معناها هاي القنة الولن صوفي. scarf we hope you like the color mom. يقول لك نحن جميعنا اشترينا لك صوفي، هذا الوشاح اللون الأزرق، نحن نأمل أنك تحبين هذا اللون. هنا 4 جراندما هبة، هدى هدى مو هبة، we all about you watch it's هذا made from. نخلي هنا يا ماما ساعة اللي هي متر معدن، هذا ماما هذا المتر، شوفوا هسه هذا لذر، الثانية ودن، والثالثة ولن، والرابعة هذه متر، هذا عيني هكتب لكم إياها هنا خاف من بينه، متر هذه متر يعني المعدن، متر إي وهنا إيه متر، ها يعني إيه يقول لك ساعة معدنية، نحن جميعنا اشترينا لك ساعة أنها مصنوعة من المعدن لكنها ليست حقا مصنوعة من الذهب. يعني هسه ننتقل إلى صفحة 95. يلا عيني صفحة 95 شي يقول؟ يقول read the words listen and take words you hear. يقول لك اقرأ الكلمات اللي انت تسمعها. flower الأزهار، هذه green أخضر، rabbits rabbits الأرانب، pink stars هاي نجوم الوردية، balloons البالونات، smiles هاي الوجه المبتسم، happy mother's day عيد ميلاد الأم، a little كيك هذه الكيكة الصغيرة، apples التفاح، وأورنج البرتقال، هابي بيرثدي عيد ميلاد سعيد، بلو أزرق، دوتس يعني نقاط، وكولد الذهب، وهايت القبعات، واللون الأحمر ريد، بيرتس الطيور، وبلاك الأسود، وساد فيس الوجوه الحزينة. listen and take watch paper the choose، هذني خلينا صح اللي نسمعها. let's rob mom's bag first.
يقول لك دعنا نزين، دعونا نغلف حقيبة أمي أولا. أوكي، which paper should we use؟ أي ورقة نحن أن نستخدم؟ I like the paper with flowers. أنا أحب ورق الزهور. Listen again، يعني استمع مرة أخرى. Write the words the children used to take about the paper. شو اسمه هذا؟ أصغي مرة أخرى والكلمات الأطفال اللي تستخدموها للحديث عن الورق. هنا write the words you hear اللي شو يسموها، يقول لك اكتب الكلمات اللي أنت تسمعها. هنا paper one pretty flowers يعني أزهار جميلة. هنا picture from اللي هي picture from، وهنا عندنا الصورة الثانية big presents، هذا big present small present big present هعيني، وهنا small present، وهنا from، وهنا pie pink cake small strawberries يعني اللي شي يسموها صغير الفراولة، والكيك الكبير الوردي، وهنا عندنا ال الواتش الساعة. write about the piece of paper you like best، يقول لك اكتب حول القطعة من الورق اللي انت تحبها يعني اي وحدة. I liked the paper with pretty flowers، انا احب الورق مع هذه الازهار الجميلة.